أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافلين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وأخاه وابعث في المدائن
ربك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. دائما التقرير لا بد عليك من الاسماع. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع مني، اذا كنت تريد التقرير فلا باس، لكن ما اقول لك فعليك يعني السكينه والرخاء عند يعني التلاوه، هو من الهيئه. شكرا. اذا تريد اكرر لك لا باس. واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من الرحمن آلهة يعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من الرحمن آلهة أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. لا شيء على الله مجيد.
مرابط قوله تعالى رجالا إن قوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ومعنى رجالا أي فصلوا مشاة على أرجلكم. يقول الله سبحانه وتعالى فأحضرت الأنفس الشح، ما معنى قوله الشح؟ أي فصل مع الحرص على المنع. نعم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم فجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، ما معنى قوله قراطيس؟ أي أوراقا مكتوبة مسرقة. نعم. يقول الله سبحانه وتعالى فلا تشرك في الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، ما معنى قوله فلا تشرك؟ أي فلا تصرهم بما تنال به من المكروه. تمام. قال الله تعالى والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكمالا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، ما معنى قوله تعالى سرابيل تقيكم؟ سرابيل بس سرابيل أي ما يلبس من دروع أو ثياب. نعم. ما يلبس من دروع أو ثياب. نعم. المراد بقوله تعالى والبدن جعلناها لكم، البدن البدن جعلنا او البقر المهداة للبيت. نعم. قال الله تعالى وان له عندنا لزلفى حسن مآب، ما معنى قوله لزلفى؟ زلفى اين قربا وكرامه. نعم. يقول الله سبحانه وتعالى تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماه في وجوههم، ما معنى قوله سيماه؟ هي علامتهم. نعم. علامتهم. ما المراد بقوله تعالى والليل إذا عسعس؟ عسعس أي أقبل ظلامه أو أدبر. من أسس من الذي أسس من التفسير لمكاتب المكرمة في أحد الصحابة رضوان الله عليهم وقام بخدمتها، من الذي؟ السؤال مرة ثانية، من الذي أسس مدرسة التفسير في مكة المكرمة؟ طلاب المدرسة. عباس رضي الله. يا